الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامج الدين الحنيف، والتي نستضيف فيها فضيلة الأستاذ سيدي ولو المعالي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الأستاذ. مشاهدينا الكرام، القرآن الكريم أنزله الله عز وجل صالحا لكل زمان ومكان، وناقش جميع المواضيع الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بكل شمولية. القرآن الكريم تحدث كذلك عن أخلاق وصفات المرأة المسلمة، وناقش ذلك أكثر ما يكون في سورة القصص. سنناقش بشيء من التفسير موضوع أخلاق المرأة المسلمة من خلال سورة القصص مع الأستاذ سيدي. أستاذ سيدي، هذه السورة تحدثت عن أصناف المرأة بشكل عام، أما وأختا وزوجة وغير ذلك. ماذا عن هذه الصفات، أبرز هذه الصفات؟ ولنبدأ مثلا بصفة الأم. الله عز وجل يقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ماذا عن الصفات التي يمكن أن نستخرجها من هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو كما أشار الأخ أن القرآن الكريم لم يترك صغيرة ولا كبيرة من حياة هذه البشرية إلا وأضاء فيها شمعة تهدي السائرين في الظلمات وتهدي الضالين. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والقرآن الكريم عالج مختلف القضايا الاجتماعية التي تصلح المجتمع وتسمو به عن الرذائل والنقائص في مختلف آياته. وسورة القصص سورة كثيرة العبر، ولذلك سميت سورة القصص لكثرة أو لتنوع وكثرة الفوائد التي تستخرج من هذا القصص الوارد فيها. لكن قبل ذلك نقول أن الحديث عن المرأة وعن موقف الإسلام منها وعن دورها في الإسلام، أن هذا ربما أصبح كما يقول البعض حديثا معادا مكررا، لكننا لن نمل من تكراره ولن نمل من الحديث عنه ما دام هنالك جبهتان مفتوحتان على المرأة في الإسلام. الجبهة الأولى جبهة أعداء الدين الذين يحاولون أن يضلوا هذه المرأة وأن يخرجوها إلى الناس سافرة بلا ضوابط ولا أخلاق. والجبهة الثانية وهي جبهة تجذب المرأة إلى الخلف، وهي جبهة المجتمع الذي يريد أن يحصر المرأة في جملة من التقاليد لا ينبغي أن تتجاوزها وأن لا تخرج عنها، وهي معيقة لها في حياتها ومعيقة للمجتمع وفي بنائه. فنقول أن القرآن الكريم الحقيقة أول نص أدبي وقفت عليه بمعنى العام والشامل الأدبي، أول نص للأدبي يمجد المرأة من ناحية أخلاقها هو القرآن الكريم. فالمرأة في الشعر الجاهلي كانت عبارة عن متاع وعن زينة وعن مكمل وعن متعة، لا، والحديث عنها حديث عن جسدها، حديث عن صوتها، حديث عن جمالها فقط، وليس من هنالك من حديث عن أخلاقها، عن عقلها، عن قيم الحقيقية التي يمكن أن تطلع بها المرأة. فأول نص أدبي يمجد المرأة كإنسان هو القرآن الكريم. هذه السورة كما أشار الأخ فيها ذكرت فيها أشير فيها إلى خمس نساء. امرأة تقوم بدور الأم، وهنالك الأخت، وهنالك نقول المربية والأم التي يتربى الإنسان في أحضانها، وهنالك الأجنبية، وهنالك الزوجة. وسنركز حديثنا على الأم. هذه أصناف المرأة داخل المجتمع، أي مجتمع لا تخرج معين. نعم. المرأة لا تخرج عنها، تكون أما أو بنتا أو أختا أو زوجة أو أجنبية. صح. نعم. فلنبدأ بنموذج الأم كما ورد في هذه السورة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وفي هذه الآيات على خلاف ما هو معهود ومتداول عندنا، في هذه الآيات تصرح أن أم موسى أوحى الله عز وجل إليها. وقد وقع خلاف بين المتأخرين من العلماء
هل توجد نبية من النساء أم لا توجد؟ وابن حزم عندما علق على هذا الموضوع قال هذه مسألة لم تظهر إلا ببلدنا قرطبة. واستعرض أقوال الذين ينفون أن تكون هنالك نبية ورد عليها، ولا بأس أن نمر بهذا ونقرأ كلاما للغنوشي مفيدا في هذا المجال. مثلا يقول الغنوشي مثلا قبل أن نخوض وقبل أن نبين هل بالفعل توجد نساء من بين النساء من هي نبية أم لا توجد، يقول الغنوشي في كتابه المرأة المسلمة: ماذا يستفيد المسلم اليوم من إعادة طرح قضية نبوة المرأة وقد تم ختم النبوة بظهور النبي الخاتم؟ أليس الخوض في هذه المسألة ضربا من الجد للمبدد للطاقة؟ أليس ذلك هو سبب انصراف الإسلاميين عنه؟ إن الأمر قد يبدو لبادئ الرأي كذلك، وما هو كذلك، فإن أمتنا لا يزال التراث أحد المؤثرات الفعالة في واقعها، ولن يحدث أي تغيير أو تحول ثوري دون تمحيص لذلك التراث يمتحن مفاهيمه ليدعم منها ما كان تعبيرا عن الحقيقة الإسلامية المطلقة، ويوهن ويسفه ما كان ثمرة لقصور عصر من العصور وانحطاطه وتخلفه. ولأنه في ظل غياب النقد الجاد ظل يعامل كجزء من الحقيقة الإسلامية المطلقة. فنحن عندما نبين هذه الحقيقة اليوم لا نستورد حربا عفى عليها الزمن، وإنما فقط ننبه المرأة إلى أن ما تعتقده ويعتقده في الرجال من قصور مرتبتها الدينية، وأحد ركائز ذلك هو أنه لم يبعث الله نبية، أن هذا بالمرة غير صحيح. فالله عز وجل أوحى، هذا النص يدل على ذلك، أوحى إلى أم موسى، والله عز وجل بعث ملكا إلى مريم بنت عمران وكلمها. ويقول بعض العلماء النافون لنبوة المرأة أن مريم لم تكن نبية وإنما كانت صديقة، ويستدلون بقوله تعالى أمه صديقة، ولكن مقام الصديقية مقام مقامات الكمال طبعا، ولكن لا ينافي النبوة، لأن يوسف عليه السلام وصفه الفتى قال يوسف أيها الصديق، وقرر القرآن هذه الحقيقة ولم ينفيها، لأنه لو كانت دون مرتبته لنفاها القرآن، ولا أشار إلى أنه فوق الصديقية، فالصديقية لا تنافي هذا. نعم، مبحث نبوة المرأة مبحث طويل معارض، هناك النافون وهناك المؤيدون، نعم، وهي توطئ فقط نصل من خلالها إلى، بغض النظر عن طريقة الوحي، نعم، عن طريق النبي، عن طريق الإلهام، عن طريق عن أشياء غير من هذا، ننتقل إلى موضوعنا. حتى القيمة التي نستخرج من وحينا إلى موسى نرضعيه ويخفت عليه ويلقيه في اليم لا تخافي ولا تحزني، هي قيمة مهمة، هي المسارعة إلى طاعة أوامر الله عز وجل. وهناك إذا أردنا أن نصنف بعض القيم التي يتسابق فيها المجتمع ويتبارى فيها، هناك خمس قيم، ثلاثة منها هي القيم الحقيقية التي لها الميزة والفضل وقيمتها الأساسية. القيمة الأولى الناس تقيم الشخص على أساس